قالت هيئة علماء المسلمين إن اعتقال الأجهزة الحكومية للعديد من الشباب في الفلوجة المتضامنين مع ضحايا التظاهرات في النجف وذي قار يعد استمراراً لحملة تكميم الأفواه وقمع الحريات في البلاد. وأوضح قسم الإعلام في الهيئة أن اعتقال الشبان في الفلوجة ونقلهم إلى سجن مكافحة الإرهاب إجراء غير قانوني جرى بدون مذكرات قضائية في استمرار صارخ لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. كما أشار قسم الإعلام بالهيئة إلى أن الأجهزة الحكومية اعتقلت أيضا مواطنا في الأنبار لمجرد كتابته على حسابه في موقع الفيسبوك عبارة تضامنية مع شهداء مدينة الناصرية في إجراء يأتي لترويع المدنيين وتخويفهم بالاعتقال في حال أظهروا تعاطفا أو تأييدا للمتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات. وطالبت الهيئة بإطلاق سراح المعتقلين محملة الأجهزة الأمنية مسؤولية ما قد يتعرض له المعتقلون من أذى جراء هذا الاعتقال الذي يعد تطورا متوقعا وتصعيدا مفتعلا للأوضاع في الأنبار لغرض استمرار الفاسدين في الحكم وتسلطهم على رقاب أهالي المحافظة.